اهلا وسهلا مشاهدينا، نواصل معكم دفق الشروق الصباحي الحي، والاهتمام ايضا بالشباب هو من صميم عمل الدوله وصميم التكاتف. نحن كمجتمع سوداني عارفين النسبه الكبيره الشباب 60% او اكثر يعني، ولمدى سنوات طويله جدا الشباب كان مغيب عن المحافل داخليا. وده كان مثال كان موجود لشبابنا معانا داخل يعني انه الاستوديو. بتكون دائما مشاريعهم حبيسه الادراج لينا يعني. نعم اكيد، وعلشان كذا لابد انه يكون في اهتمام كبير جدا بهذه الشريحه المهمه في البلاد، لانه بدورها هذه الشريحه تنهض بالامه السودانيه. ده المنتظر انه اكيد في القريب العاجل. داخل الاستوديو معنا الاستاذ محمد عطيه، والمستشار الوطني للسياسه القوميه للشباب بوزاره الشباب والرياده. هنتكلم عن اشراك الشباب في الجهود الدوليه وتزامنا ده كله واهتماما باليوم العالمي للشباب. اهلا ومرحبا بك استاذ، صباح الخير عليك. مرحبا بكم وصباح النور. في البدايه انا بحب اشكر قناه الشروق على الاستضافه، وافتكر يعني دي لفته بارعه وكويسه منكم انكم تشاركوا في احتفالات اليوم العالمي للشباب، وتشاركوا في ابراز قضيه مهمه جدا اللي هو السياسات الوطنيه للشباب. فدي واحدة من القضايا المهمة، وبفتكر انه ممكن تكون حاكمية للشباب في انه يحققوا اهدافهم وتطلعاتهم ويعالجوا اشكالاتهم. استاذ محمد، يعني احنا شفنا الثورة السودانية الظافرة دي كان الشباب، وطبعا تضافر المجتمع، لكن عموما الشباب هو كان عنده الكلمة، وضحوا بدمائه من اجل انه الوطن ده يكون بامن واستقرار، هم شباب يعني، فبالتالي عايزين النتائج تتنزل عرض الواقع، الاهتمام من الان وصاعدا يكون بامر الشباب يعني. الشعار الكبير ده من اجل المشاركة الدولية بالنسبة للشباب الفعال، دوركم انتم كوزارة في النظر الحقيقي لقضايا الشباب حتى انه تنزل عرض الواقع، ومن ثم تكون في مشاركة تلاقح كمان في افكارهم وتنزيلها برضه في على ارض الواقع يعني. طيب انا افتكر انه الثوره يعني الوقود الحقيقي زي ما قلت هم الشباب، هم الفجروا ثوره ديسمبر، ولانه 30 سنه من نظام البائد كان من ممارساته هو نتاج لافساد الحياه بصوره عامه، يعني الحياه الاجتماعيه والحياه السياسيه والاقتصاديه، وانعكست على اوضاع الشباب. ف من الواضح او الناس بتلاحظ انه مشاركتهم الشباب والشابات في المظاهرات كانت بقوه يعني، وبطريقه ممكن بتصل للمرحله الهستيريه يعني، ممكن لاحظنا في مواقف كثيره الصعوبه يعني. فيما يتعلق بالوزاره، افتكر انه واحده من المهام الرئيسيه والاساسيه لوزاره الشباب والرياضه هي صنع سياسات واستراتيجيات وخطط للشباب عشان تراقب المؤشرات الحقيقيه بالنسبه للبرامج، بالنسبه للمشاريع، بالنسبه للوزاره. نحن هسه في والخطة دي حتبدأ من القواعد تحت يعني، ما ممكن يعني ما حتكون نفس النماذج أو القوالب اللي كانت في العهود السابقة. خاصة تقصد شنو بالقواعد؟ طيب الوزارة والخبراء، الوزارة السياسة دي مشرفين عليها خبير دولي وخبير وطني، ووزارة الشباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة عندها حاجة اسمها تاسك فورس أو الفريق الوطني، الفريق الوطني من كل أصحاب المصلحة، فيه وزارات، فيه هيئات، فيه مؤسسات شبابية وغيرها، باعتباره ده جسم فني ممكن يساعد الخبير الدولي والخبير الوطني لوضع حل من الأحوال. نحن نفتكر إنه دي قضايا حقيقية وقضايا أساسية، مفترض يحددوها الشباب بنفسهم، يعني حيكون جزء من البروسيس أو جزء من الخطوات بتاعت تطوير السياسة. حيكون مثلا في فوكس جروب ديسكشن او مجموعات حواريه او نقول مناقشات وتشاورات مع الشباب على مستوى القواعد، يعني ممكن نبدا من الاداريات
كل اداريات السودان، بعد ذاك نمشي على مستوى المحليات، بعد ذاك نمشي على مستوى الولايه، بعد ذاك نجي على مستوى المركز. ممكن تكون دي واحده من الانشطه بتاعت تطوير السياسه. دي نقول في شكل منتدى، يعني احنا نتكلم حاليا عن منتدى للشباب تحديدا، منتدى اشراك الشباب في السياسات الوطنيه. هو حيكون حاجه اكبر من منتدى، لان المنتدى دائما بيكون فتره زمنيه بسيطه وبينتهي مع انتهاء الحدث، يعني ممكن يكون ساعه ساعتين، لكن دي عمليه ممكن تاخذ اكثر من شهر، يعني حوارات. حنحاور كل الشباب بمختلف تجمعاتهم وبمختلف تكويناتهم، لانه هي اسمها سياسه وطنيه، وطنيه معناها لكل الشباب شامل. بمختلف اتجاهاتهم الفكريه، بمختلف تطلعاتهم، بمختلف تكويناتهم، بمختلف تصنيفاتهم، يعني نحن يعني عايزين نمشي لكل تكوينات الشباب، يعني حتى الرعاه، المزارعين، الناس اللي في اماكن النزوح، المناطق في المناطق المتعرضه للحروب، مثلا في دارفور، في جنوب النيل، في النيل الازرق، في جنوب كردفان، غيرها من المناطق دي. افتكر انه في مجموعه من الشباب يعني عايزين نبرز السياسه، تبرز مشاكلهم، السياسه تعالج تطلعاتهم وامالهم في 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 الدوله السودانيه، يعني ما حتكون حاجه بس في المركز، بس في الخرطوم او جميل عاصمة المدن. يعني أستاذ محمد، كيف بتقدر تنزله أو كيف يعني هيتم عملية تنزيل شعار اليوم العالمي للشباب، والذي جاء تحت شعار إشراك الشباب في الجهود الدولية إلى عرض الواقع؟ هو الشعار مقسم لثلاثة مراحل، اللي هو جهود دولية، كيف إنه الشباب يكونوا فاعلين ومشاركين. الأهداف التنمية المستدامة، ده يعني موضوع عالمي كبير، اللي هي من 2015 نفسه. ما كان الباب ما في طريقه غير انه شنو نواصل، لانه دي جهود دوليه الشباب لازم يشاركوا فيها، اللي هي في مواضيع كثيره، هي 169 غايه، 17 هدف، فدي كلها اهداف تتعلق بالفقر وتتعلق بالصحه وتتعلق بغيرها من القضايا، فنحن الشباب لازم يشاركوا فيها، يعني على المستوى انزاله في السودان، على المستوى العالمي. في قضايا وطنيه نحن مفترض في السودان نحدد اولوياتنا، كيف نحن اولوياتنا في السودان، وكيف نحن كشباب او كيف الشباب يشارك في عمليه صنع السياسات ووضع الاستراتيجيات، لانه يعني حاجه مهمه جدا انه الشباب يشاركوا في وضع سياسه، يشاركوا في وضع استراتيجيه، وهم ذاتهم حيكون عندهم هاي كوميتمنت، عندهم التزام عالي تجاه الحاجه اللي وضعوها هم، فبيقدروا لقدام يقدروا شنو ينفذوا السياسات، ويقدروا ينفذوا الاستراتيجيات، وبكده بيكون شنو الدوله او مؤسسه الدوله، الوزارات وغيرها، هي جسم فني مراقب لتنفيذ السياسات وكذا، لكن وضعها وتنفيذها حيكون كله بيد الشباب. يعني طيب دي تطلعاتنا واماننا، يعني وضع السياسه والاستراتيجيه ان شاء الله. طيب استاذ محمد، يعني على مر الزمن الشباب يئس حتى من الكلام والتصريحات اللي بتجي على شكل تفاصيل علميه بحته ما منزل على ارض الواقع. يعني كان الجسم الاكبر غير وزاره الشباب والرياضه، اللي هو الاتحاد العام لطلاب السودانيين، واذا اردت ان تدخل لهذا الاتحاد يجب ان تكون منظم توالي النظام، عكس كده انت خارج الاطار. لو تكلمنا الان، انت بتتكلم عن القواعد انه يشمل كل مناطق السودان على مدى السودان الجغرافي، شنو الاليه على ارض الواقع انت بتتبعوها حتى انه تصلوا لاقصى الناس في كل مناطق السودان؟ هل على مختلف الوحدات الاداريه والمناطق يكون في فريق ميداني عمل يعني يصل لكل الناس زي؟ طيب هي ممكن تكون دي اجراءات فنيه، اكيد طبعا حيتكون فريق، في فريق عمل اصلا وطني ده على المستوى الناشونال، حنكون فريق عمل مخصص لعمل التشاورات القاعدية، يعني حنجيب شباب ندربهم ونعلمهم إجراءات معينة كيف إنه يعمل عملية البحث الميداني دي. حيكون في شباب ويطلعوا يمشوا الولايات وحيدربوا ناس في الولايات كيف إنه نعمل الجلسات الحوار التشاورية، كيف نصمم استبيان، ناخذ آراء الشباب وهكذا. فحيكون في مجموعة من الناس مدربين على ادوات معينه لجمع معلومات من القواعد، يعني ممكن تكون في شكل جلسات حواريه وممكن تكون في شكل استبيانات بالنسبه للشباب بصوره عامه. برضه حنعمل استبيانات بالنسبه لمتخذي القرار، يعني مدراء الادارات. جميل. تحت الشباب على مستوى الولايات، الوزارات اللي لها علاقه
بالشباب، وزارة الصحة، التعليم العالي، التعليم العام، وزارة المالية مهمة جدا، لازم يكونوا دي كلهم شركاء، لأنه القضية بتاع صياغة السياسات ده مو موضوع بس خاص بوزارة الشباب والرياضة، بيتقاطع مع عدد من الوزارات وبيتقاطع مع عدد من المؤسسات الحكومية. فنحن عايزين نستصحب كل أصحاب الشأن يعني في صياغة السياسات والاستراتيجيات كل أصحاب الجديدة. الشأن وأولهم الشباب أكيد طبعا الشباب هو العمود الفقري، هي سياسة شبابية نعم. فالشباب نتمنى يعني قريبا يتم تنفيذ هذه الفكرة، فكرة وأهداف وجهود يعني جميلة لشباب بيحملوا في ذات نفسهم أفكار مختلفة لسودان مختلف. أنا شكرا لك كثير جدا استاذ ضيق الوقت الأستاذ محمد عطية المستشار الوطني للسياسة القومية للشباب بوزارة الشباب والرياضة. شكرا لكم وشكرا للاستضافة، وإن شاء الله بتمنى إنه في مقبل الايام تكونوا شركاء معانا في صياغه السياسات بعمليه الترويج وكذا. احنا شركاء من هالسنه عندك تماما. شكرا لكم.